مفيش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه. نفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده. تعالى يا كوريا، تعالى يا اخوي، تعالى. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. آه سلامتك. والله طبعا شفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يما، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب بقول لك ايه يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طرد الوقت. انت حياتك برضو مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تقدر من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبدك؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفة. أقول لك على حاجة، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقرة يا كبداكي، وأنا أول ما أجي ننصص ونعمل اللي أنت عايزه. قولي ليه عند التاني حاجة هياخدها. بطن البقرة إيه يا كوريا؟ البقرة ماتت خلاص، أنا فيها لا أخفيها. أنا ياكل نص الفرخة دي يا إلا محدش هيدوق ريشة. أنا تليفون صغير لمروان يبوظ أم الليلة دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه يا كبداكي ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سمروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضه تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه، تمام كده اهو؟ يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي، مات الكلام، ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحه على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيش وتفتكر يا اختي.